استاذ مجدي الحسيني يا ترى جاهز يسمعنا؟ طب يا ريت تتفضل بقى تسمعنا وتمتعنا. بنشكرك جدا. هاني شنوده بيقول له عفريت يا مجدي عفريت، يعني احنا كنا عايزين اهاني عنده يعني توزيعات جميله جدا، وخاصه اغنيه التوبه لعبد الحليم حافظ. بس انا إيه؟ مش واخد على الاورج بتاعه. لازم على الاورج بتاعك؟ امال ليه؟ كل واحد لا اصل مجدي شقاوي ما نقدرش بعده صعب يعني. عموما يعني الحقيقه الكلام على عبد الحليم مش ممكن يخلص ولا هيخلص، يعني ممكن نفضل نتكلم ايام مش ساعات، ايام وشهور على عبد الحليم، ولكن الوقت طبعا داهمنا. دكتور اتفضل حضرتك. حضرتك استجوبتي الفنان والممثل والممثله والملحن والطبيب والمغني كل الناس والمذيع وكل الناس ما خليتيش حد. ايوه وسجلتي لكل الناس. نعم لكن يعني دورك كان دور المقدمه. انما ما حدش يعني من الناس تقول الجمهور يعرف ان انت كمان ليكي دور في حياه عبد الحليم، فعايزين احنا نسالك. ايوه نقوم بدورنا. يعني اللي انا اعرفه من حديث عبد الحليم كصديق في اوقات الصف والسفر والقعده والسهر كان اسمك بيتردد كتير جدا وحكايات. انا مش في حل ان انا اقولها، لكن انت تقولي لنا بعضها. لا انا يعني انا الحاجه الوحيده اللي يمكن اذكرها طبعا، وفي طبعا حاجات كتيره جدا مع عبد الحليم لانه هو كان ليه ذكريات كتيره معانا كلنا، مش انا بس يعني كل الناس. انما اللي اقدر اقوله حضرتك بصفه خاصه هو اللي اقدر اقوله بصفه خاصه انه كنت بعرض مسرحيه اسمها موسيقى في الحي الشرقي انا وثلاثي اضواء المسرح، وعبد الحليم حافظ لقيناه فجاه ضرب لنا تليفون وقال انه جاي. فالحقيقه الثلاثي حجزوا له وقعد اتفرج على الروايه. بعد ما خلصت الروايه كان مندهش، كنت انا وقتها طالعه في المسرح وكان لون جديد وطعم تاني غير نجوم المسرحيات الكبار اللي احنا عارفينهم اللي كانت زمان بقى مدام شويكار طبعا ومدام ميمي شكيب ومدام زوزو شكيب في الجيل اللي قبلها طبعا. وبعدين انا طلعت عملت لون مختلف تماما. هو كان سعيد بالحكايه دي قوي وراح مرشحني للاستاذ مجدي العمروسي كانت شركه صوت الفن، وقال لهم انه يعملوا لي فيلم من انتاجهم. جابوا الاستاذ حسين كمال، وجاء الاستاذ حسين كمال لمده يمكن 4 ايام يحضر الروايه كل يوم علشان يشوفوا ايه الفيلم اللي المفروض اعمله. الحقيقه بعتوا لنا العقد على اساس اني اتعاقد على فيلمين. الفيلم الاولاني كان بيعمله الاستاذ حسين كمال، قال انا يعني هختار لها شخصيه معينه ولكن فيها نوع من الاغراء. انا كنت بقى طالبه وفي المعهد لسه، وكمان قلت له لا 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 يمكن. قال لي قلت له الاستحاله ما مش يقول لي ده لون تاني بطريقه مختلفه مش زي ما انت عارفه المتعارف عليه. فضلنا في الخلاف على هذه النقطه، كل ما اكلم عبد الحليم حافظ يقول لي يا صفاء استاذ حسين كمال مخرج كبير اسمعي كلامه وشوفي، ولو كان في حاجه مش هنخليكي تعمليها.
لا يمكن بابا هيزعق. فضلنا في الخلاف بقى، وبعد كده نسينا. انا رحت بقى اشتغلت في حاجات تانية واتشغلت، وهو بقى مشغول في حاجات تانية. بقيت اقابله بقى في قصص اخرى تانية كتير، وفي مسلسلات في الاذاعه بقى. بان التقديم مع عبد الحليم كان شهاده ميلاد لاي نجمه. طبعا كانت تتمناها اي نجمه يعني. احنا دلوقتي هنضطر اسفين ننهي هذا اللقاء الجميل من السهرية الجميله. قبل ما انهي هذا اللقاء احيي كل ضيوفنا. اولا اعتذر للمكالمات التليفونيه اللي ما قدرتش اني اتلقاها واني اخدها. اعتذر لاصحاب الفاكسات الكتيره اللي ما لحقتش اقرا اساميهم، وان شاء الله بوعدهم ان احنا هنعمل برنامج خاص عن نتائج المسابقه اللي قدمتها قناه الافلام. واحيي كل الضيوف، بحيي نجم النجوم عادل امام، بحيي الفنانة الرقيقة والنجمة الجميلة لبنى عبد العزيز، واللي أسعدتنا بصوتها في التليفون. وبحيي أيضا صاحبة العيون الجميلة والفنانة الجميلة زبيدة ثروت اللي أسعدتنا أيضا بتليفونها. بحيي الفنانة فيفي عبده، وبحيي الفنانة حنان ترك، بحيي المشرف أشرف، المخرج أشرف زكي، وبحيي كل ضيوفنا الموجودين، المهندس زكريا عامر، الأستاذ مجد الحسيني، والأستاذ الموسيقار هاني شنودة، بحيي الأستاذة حكمة الشربيني، دكتور هشام عيسى اللي أسعدنا جدا بلقائه وكلامه الجميل، بحيي عادل عوض اللي أسعدنا بوجوده معاه، بحيي الفنانة ليلى غفران. اسمحوا لي احيي اللي انصرفوا، الاستاذ احمد فؤاد نجم الشعر الكبير، الفنان سمير صبري المتالق دائما واللي اسعدنا بوجوده، النجم والمطرب الجميل المتالق محمد ثروت اللي اسعدنا بصوته. بحيي قبل ما اختم بحيي فرقتنا الموسيقيه والدكتور عزمي عبد العزيز قائد الفرقه النهارده جميعا فردا فردا. بحيي كل أصوات المواهب الجديدة اللي هي بتعتبر دلوقتي بدأت على خط النجوم إن شاء الله، وحنكمل مشوارنا معهم. ونختم حلقتنا النهاردة بأغنية لعبد الحليم حافظ التوبة، ومش عارفة مين هيغنيها، إنما أستاذ خالد عبد الحميد. وأنا أسفة أني ما ذكرتش الآخرين. شكرا جزيلا، وتحية لكل مشاهدينا في كل مكان، وأرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة سهرية ومع أغنية التوبة.